وللمزيد ينضم إلينا هاتفين الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور أشرف، بعد التحية، بداية، كيف تابعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس للقاهرة للمياه؟ تحية لحضرتك ولمشاهدي القناة الكرام. في الواقع كلمة الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه كانت معبرة وكلمة هامة جدا، يعني وأشارت إلى أهمية انعقاد المؤتمر في يعني قبل فترة قليلة من انعقاد المؤتمر الدولي قمة المناخ COP27، ويعني أشارت الكلمة إلى أهمية المياه كمصدر للحياة، وأشارت الكلمة أيضا إلى الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن المائي متزامنا مع تحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات الهامة التي تقوم بها في مجال ترشيد استخدام مياه الري، يعني منها مشروعات تدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مرة أخرى، وأشار إلى أن ذلك التدوير يتم أكثر من مرة، مما يجعل مصر الأولى على المستوى الإفريقي من حيث كفاءة استخدام مياه الري. يعني أشار الرئيس إلى نقاط هامة في غاية الأهمية في الواقع، إلى التحديات التي تواجه العالم الآن والأزمات التي تواجه العالم الآن، ويعني أشار إلى قضية في غاية الأهمية وهي دور مصر في قضية الأنهار العابرة للحدود، ويعني دور مصر في ذلك السياق من خلال التعاون مع دول حوض النيل وإقامة مشروعات جمة مع تلك الدول، ويعني القيام بزيادة قدرات البشرية والتدريب لتلك الدول. كذلك أشار الرئيس إلى أنه سيتم إنشاء مركز للتكيف مع تغيرات المناخ والأمن المائي في مصر، حتى يكون يعني منصة لبناء القدرات في الدول الإفريقية والتعاون الوثيق في هذا السياق. كلمة كانت شاملة ومركزة ومؤثرة بشكل كبير. نعم، في سياق ما ذكرت دكتور أشرف من التحديات، السيد الرئيس أشار أن مصر تقع في قلب التحديات الثلاث: الأمن المائي والأمن الغذائي وتغير المناخ. الآن هذه التحديات الثلاث لا يمكن فصلها عن بعض، كيف يمكن التعامل في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات مع هذه التحديات الثلاث؟ ذلك في غاية الأهمية، ولقد كانت مصر سيدي سباقة من خلال استراتيجيات محددة، سواء لاستراتيجية لتنمية للموارد المائية حتى 2037، واستراتيجية للتنمية الزراعية حتى 2030، واستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية 2030. تلك الاستراتيجيات واضحة وبها آليات للعمل وبها مهام للتنفيذ وبها جداول زمنية محددة، يعني ليست مطلقة هكذا كعبارات طمامة أو ما إلى ذلك، إنما بها آليات للتنفيذ وهي محددة جدا. على سبيل المثال بالنسبة للموارد المائية وهي قضيتنا اليوم، يعني تعتمد استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر لوزارة الري والموارد المائية على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تنمية المصادر المائية وزيادتها ويعني توسيع مجالها، وثانيها ترشيد استهلاك مياه الري، ويتم ذلك من خلال مجالات محددة أهمها تدوير إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، وثالثها الاستفادة من البنية التشريعية لتحسين أوضاع الموارد المائية. في إطار أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس أيضا في كلمته، وتعتمد على نهر النيل، إلى أي مدى تسهم مشروعات ترشيد استهلاك المياه في تحقيق وضمان أمن مصر المائي؟ تسهم بشكل كبير في الواقع، لأن طبعا يعني ما حصتنا من مياه النيل محددة والاحتياجات متنامية ومتزايدة، يعني فإعادة استخدام مياه الري من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي هامة جدا في هذا السياق، ولقد أسهمت بالفعل في تنمية منطقة شمال ووسط سيناء من خلال محطتي مياه المحسمة وبحر البقر،
وستسهم أيضا المحطة الأخرى التي يتم إنشائها الآن في الحمام لمشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، إسهام كبير بلا شك، ويعني يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، ويؤدي إلى تنمية الموارد المائية، ويؤدي أيضا إلى ترشيد استخدام مياه الرباية. نعم، الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.